ملفات ثلاثة تتصدر أولويات القمة العربية في دورتها 29: التمدد الإيراني والأزمة السورية والملف الفلسطيني. لابد لنا من إعادة التأكيد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس، التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حجز الأساسي لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد بدوره على ضرورة إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وشدد أيضا على مواجهة المد الإيراني في المنطقة، وأن تكون هذه القمة قمة العمل العربي المشترك. نرحب بالبيان الصادر مجلس الأمن، أدانا بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية للصنع تجاه المدن السعودية. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية، إن مصر لن تقبل ذلك، لن تقبل ذلك باعتباره مساسا بالأمن القومي العربي. الأمين العام لجامعة الدول العربية دعا الزعماء العرب إلى نبذ خلافاتهم والتركيز على حل قضاياهم الإقليمية الشائكة، والتي تتركز في محاربة الإرهاب والتطرف وإيجاد حل للقضية الفلسطينية ومواجهة التمدد الإيراني في اليمن، محملا نظام الأسد مسؤولية ما حصل للشعب السوري. يتحمل النظام السوري مسؤولية كبرى عن انهيار الوطن وتهجير الشعب وإهدار الاستقلال والقضاء على الأمل. الخلافات العربية بقيت على حالها، حيث فشلت وساطات خارجية وداخلية في تحريك المياه الخليجية الراكدة بين قطر والدول المقاطعة لها، فيما أجمع المشاركون على ضرورة التصدي للمد الإيراني. تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تواجهها العديد من الدول العربية، يسعى الزعماء العرب إلى إيجاد حلول لها في قمتهم 29، ويبقى الملف السوري والفلسطيني والإيراني في صدارة الاهتمامات. حيدر العبدلي، الحرة، من مدينة الظهران السعودية.